كشف الفنان مصطفى قمر عن البرومو الاول لفيلمه الجديد فين قلبي واللي هيعرض في السينمات في الكريسماس. وبيرجع مصطفى قمر للسينما بعد غياب 4 سنين، واخر افلامه كان جوه اللعبه مع الفنانه ريهام عبد الغفور. فين قلبي فيلم رومانسي غنائي وبيقدم فيه مصطفى قمر اكتر من اغنيه جديده، وبيشارك في بطوله الفيلم شيري عادل ويسرى لوزي وتيام مصطفى قمر وادوارد والاخراج لايهاب رودي. وبيشارك في الفيلم كمان كتير من ضيوف الشرف، منهم الفنان حميد الشاعري وحماده هلال وعزه ابو عوف ومحمد لطفي وهاني رمزي ولطفي لبيب، وكتب السيناريو مصطفى قمر وايهاب رادي وحوار لرضا زايد والاخراج لايهاب رادي. وبتدور احداث فيلم فين قلبي عن شخص بيقع في حب بنتين وبيواجه كتير من المواقف الكوميديه. فيلم فين قلبي من انتاج مصطفى قمر اللي اعاد توزيع اغنيه فين قلبي للفنان محمد فوزي وهيقوم بتقديمها من خلال احداث الفيلم. وبعدين احنا خلاص بقينا عشرة وبقينا عشرة جنب قلبي. من اجل عينيكي عشقت الهوى. انت غيرت حياتي كلها عشانك انت عامله اي حاجه. انا اسعد واحده في الدنيا. بكيفك غصب عنك هتطلقها. كل سنه وانت طيبه يا فريد. بحبك. طيب فاكره ده؟ ايه الالارم اللي كل ما بيرن ده وشك بيتغير وبتمشي وتسيب المكان اللي احنا فيه؟ أنت كده بتحبني يا يوسف؟ لأبعد من أبعد حتة ممكن يوصل لها خيالي.